التخوف لان عارف الرجاء مدفوع بواحد الجمهور كبير، كان بامكان الرجاء في المباراه الثالثه تنتصر. الحمد لله تسجل الهدف الثالث، عاوتاني رجعوا في الهدف الثاني. كانت مباراه الحمد لله قدرت نقول لكم انها مباراه من احسن المباريات اللي دازوا في البطوله الوطنيه ولا في كاس الكونفدراليه الافريقيه. وما علي الا ان نهني اللاعبين على المردود اللي قاموا به والتطبيق ديال اي حاجه طلبناها منهم. وهذه المباراه كنهدي هو الجميع البراكنه اللي كانوا معنا في مباراه ديال الوجده وما تمكناش اننا نفرحهم في ديك المباراه، وهذه راه هديه لهم الله باش نساو ديك الهزيمه ديال فريق الوجده. على بالك كلشي كيعرفوا الدور اللي كيلعب اللي المهم ديالو في فريق ناس بركان. الغياب ديالو حقاً اثر، الغياب ديال حمد العشير حتى هو اثر علينا اكثر، ولكن الحمد لله لو غوتور ديالو مع الان تخاوغي مع فرحان مع عبد الصمد المباركي كان هذا. ولكن انا عارف اللاعبين في لو غون جور تيكونوا بريزون في المباراه الكبار. اذا فهاد سبعه نقاط ما خصناش قلنا بان تاهلنا 100%. مازال مباراه صعيبه ضد فريق الرجاء البيضاوي يوم الاحد مقبل في بركان. الرجاء نفضل ان نلعب معاهم في الرباط ولا في الدار البيضاء ما نلعبش معاهم في بركان، لان كيكونوا قويين خارج الميدان. ولكن الحمد لله لازم كل نهايه مباراه الا نكون متاهل لدور الربع، ونتمنى حظ سعيد للفرق اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.